السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ، نعم. مامتي والدتي يعني واخويا في شك، في بينهم مشاكل بسبب ان اخويا عايز يتجوز واحده ما مش راضي عنها. هي ماما كده صح ولا غلط؟ يعني مش راضي عنها لماذا؟ مش راضي عنها، هل امك مش راضي عنها لدينها او كده يعني كراهيه غير مسببه؟ لا، اللي مشاكل بينها وبين اهلها هي، لكن البنت مفيش فيها حاجه يعني، بخصوص الدنيا محترمه كل حاجه، بس هي كان نفسها يعني تاخد لاخويا حاجه عشان اخويا دكتور وكده، فهي عايزه تاخد له دكتوره ف كده يعني. ولا المشاكل؟ لا هي يعني مش راضيه، بس بيت اهلها ان مامتها مثلا معاملتها وحشه، بابا برضو زي يعني اسف الكلمه زي الستات يعني، بيقعد يتكلم على طول، فهي عايزه تخش يعني عيله محترمه، فماما يعني معترضه على كده. يعني أمك تريد للولد امرأة أفضل في دينها من، عفوا، أهلها أفضل في دينهم من أهل هذه البنت. هي ماما أصلا لا بتدخل، هي تختار لأخويا مراته ولا لأ، أصلا هو أخويا بيحبها وقال أنا عايزة أخدها. الظاهر أنك عايزة موافقة على رأي أخيك. صاحبتك البنت دي ولا إيه؟ أنا لا، من صاحبتي كانت قريتها في الشارع يعني. أيه. والله يعني طبعا إذا كانت ستحصل فتنة فيتزوجها الولد، إذا كانت ستحصل فتنة إذا لم يتزوجها. أما إذا كانت الأم تقول لازم دكتورة، لا، ليس لها طاعة في هذا الباب. في مسألة إن تقول لا أنت لازم تتزوج دكتورة، ليس لها طاعة في هذا الباب. لكن إن كانت تريد تقول يا ابني أهلها ناس سيئين أو أهلها قوم سوء وأنا لا أحب أن أدخل بيتي قوم سوء، إذا كان هكذا يحترم رأيها. لكن إذا كانت مجرد أنها تريد لابنها طبيبة والولد لا يريد، يريد واحدة ليست بطبيبة، ليس لها في هذا الباب طاعة في هذا الباب. الله يبارك فيك.